السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع للمشاركة بالبرنامج. عندكم رقمين لي فوق للمشاركة من داخل العراق، فإذا كنت عايش داخل العراق من زاخو للفاو عندك رقمين لي فوق تقدر تدق عليهن. عندكم رقمين لي جوا للمشاركة من خارج العراق، والرقمين الموجودات بالأسفل اللي تبدي ب 0044 بهن واتساب، اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة عبر برنامج الواتساب نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا راح نبدي ملفات حلقتنا. ملفنا الأول بهاي الحلقة هو راح نحكي بيه عن قضية استهداف المحامين والكوادر القانونية بالعراق وما يتعرض له محامو العراق لاعتداءات وتهديدات بين فترة وفترة. تهدف هاي العمليات حتى تجبر المحامين على التلاعب بالقضايا اللي يترافعون بيها، أو يتركون الدعاوى القضائية اللي يترافعون بيها، أو لأنهم فازوا ببعض القضايا الجنائية. كاميرا مراقبة توثق لحظة استهداف منزل المحامية وفاء عبد العزيز، أو عفوا وفاء عبد العزيز، بمنطقة الشورجة بمدينة كركوك برمانة يدوية للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة زمنية قصيرة. خلونا نتابع. مثل ما شفتوا بالفيديو في الثواني الأخيرة من الفيديو اللي صورته كاميرا المراقبة، انفجار صار في منزل موجود بهاي الجهة. القضية وما بيها أنه محامي، شغلة المحامي هي أن يترافع بقضايا، قضايا شرعية، قضايا جنائية، قضايا أي نوع كانت هاي القضايا، شغلته هو يترافع. في كل بلدان العالم، في كل بلدان العالم اكو ناس ما عندها امكانيه المحكمه هي تجيب له محامي، والمحامي ان ما له علاقه بالمتهم، ما له علاقه بالمجرم، ما له علاقه باي شخص. اكو مقوله تقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، اما المحامي ما له علاقه، فاز او خسر القضيه هو ادى واجبه، هو عنده واجب، واجبه ان يترافع في قضيه. لكن المشكله اللي تصير هاي الحالات اللي تصير اتجاه المحامين بالعراق، ليش؟ لأنه احتمال فاز بقضية أكو واحد ما يريد يفوز، أو الخصمين اللي تخصموا بالمحكمة اللي خسر مدعوم، شون المحامي يفوز عليه؟ أو لزم له قضية ما، زين المحامي ما يشتغل يعني تردوا بالعراق؟ العراقيين تفاعلوا ويا هاي القضية وعلقوا بمواقع التواصل الاجتماعي على هذه القضية استهداف المحامين. من منصة فيسبوك جبنا لكم التعليقات التالية. هند إلياس تقول يعني هاي ثالث مرة استهدفوا بيتها، وتعرف هم منو ليش ما يلقون القبض عليهم وتوفروا لها حماية. لمياء تقول وين القانون؟ وين أجهزة الأمن؟ ما محلهم من الإعراب؟ سامان عادل يقول الأجهزة الأمنية لو يفتحون إنشائية أحسن لهم، يعني ثلاث مرات خلال شهر واحد ينتظرون مقتل المحامية حتى يمسكون المجرمين. وآخر تعليق حول هاي القضية من صلاح المياح يقول بلد تحكم ميليشيات وسلاح منفلت وغياب القانون، كل شيء توقع من عنده. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي التعليقات حول قضية استهداف منزل المحامية وفاء عبد العزيز. المشكلة وما بيها أنه المحامية أو المحامي اليوم بالعراق عنده واجب، لما تخرج من الجامعة وكمل دراسته، كمل 4 سنوات هو يدرس بها قانون ويدرس بها فقرات القانون ومواد القانون، وطلع وتخرج وصل إلى مرحلة يريد يشتغل، شغله للمحامي هو قضايا بمحاكم، المحاكم بها مدعي ومدعى عليه، بها متهم وبها مجرم، بها إنسان
بريء وبها إنسان يتهم بالجرم إذا كان فعل ذلك الشيء. شغلته هو يترافع، بس ما شغلته أنه يقعد يترافع ويخاف. اللي دي يصير اليوم بالعراق، المحامي من يترافع يخاف. نتحول إلى ملفنا الثاني وهو ملف كارثي. المفروض بالعراق أكو قانون، المفروض بالعراق أكو دولة، المفروض بالعراق أكو دستور. هذا الدستور اللي نواب البرلمان من 2003 لليوم صدعوا رؤوسنا عليه. اليوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات التواصل الاجتماعي استهجنوا حديث آمر اللواء الثالث في ميليشيا الحشد. قبل ما أخذ هذا الحديث، سعد من الكويت ويانا، حياك الله. حياك الله ودوم يا أستاذ. هيك التعبير والرأي مكفولة بالديمقراطية يا أستاذي والإنساني. زين، يحل مشاكل الفقراء اللي زي حالاتنا، ولكن التلاعب بالألفاظ والتلاعب بالقضايا هذا لا يجوز، مخالف للشرع، مخالف للقانون، مخالف للدستور يا أستاذي. وكذلك أيضا النائبات، وين دورهم بالنسبة للي عاطلين عن قضية العاطلين عن العمل؟ وكذلك أيضا دور المرجعية. كذلك أيضا يا أستاذي بالنسبة للمظلومين والفقراء اللي زي حالاتنا، يجب ينصفهم القانون والدستور يا أستاذي بأسرع وقت ممكن. وتحياتي. شكرا لك أخ سعد. محمد من أمريكا، حياك الله. السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين البطلة. حياك الله اخوي، هلا بيك يا الغالي. الاغتيالات هي من زمان، محامين شرفاء يقتلوهم، هو سببها من هو المسؤول عن الحمايه القضاة. فايح زيدان، ما شفنا فايح زيدان، هو محارب الثوري الايراني، يقول قاضي شريف يقتلونه يقتلوه. كفيلك محمد الضباط اللي اقتلوهم هو الامر من عنده، كفيلك الله والناشطين الله يرحمه هشام الهاشمي هو بأمر القتل مالته، بأمر صالح الفياض هذا القاضي حرس الثوري الإيراني. كفيلك الله، وعندي فيديوهات وكتب رسمية عندي موجودة تشهد عليه هو يشتغل بحرس الثوري الإيراني. سقط اغتيالات الناشطين والضباط بالمنصور وضباط بالمخابرات وغير المخابرات، هو الاغتيال مالهم، هو الاغتيالهم بأمر حرس الثوري الإيراني، هو ضابط حرس الثوري الإيراني. كفيلك محمد أي واحد داعب حقه يقتلوه. تكون يعني تصير كارثه بالعراق، هم سبب هذول العتاد يجي يحكمون العراق. كفيلك الله. شكرا لك اخ محمد. نرجع الى ملفنا الثاني، ملفنا الثاني اللي هو عن القانون، عن الدوله، عن السياده، عن احترام الدستور مثل ما هم يقولون. صدعوا رؤوسنا من 2003 ولليوم يقولون حمايه الدستور وحجه الدستور وقال الدستور. صدعوا رؤوسنا بتصدير قوانين، برلمانات هواية جت من 2003 لهسه كلها صدرت قوانين ومشت. اليوم استهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث آمر اللواء الثالث بميليشيا الحشد شاكر التميم المعروف باسم أبو تراب، واللي قال بي أنا ما سلم نفسي للي يريد يجي يعتقلني بالقوة، لأنه ما راح يقدر يرجع لمكانه سالم. ركزوا، أنا ما سلم نفسي للي يجي يريد يعتقلني بالقوة، يعني اللي جايب قوة أمنية أو عسكرية ويريد يجي يعتقلني، لأنه ما راح يقدر يرجع المكان سالم، وما أتوقع أصلاً يقدر يوصلني. هذه هو يقول، وذلك ورا ما نفى الأنباء اللي حكت أنه هو معتقل. وأعتقد إذا أي واحد عنده شيء ويا يريد يعتقلني خلي بس يدز لي خبر يقول لي روح سلم نفسك لأي مركز شرطة أنا أروح، لأن أنا ما سلم نفسي إذا واحد يريد يجي يداهمني أو يريد يعتقلني. لا أعتقد هو يقدر يرجع ولا أعتقد يقدر يوصل لي. هذني قضيتين أساسيات، وأعتقد إذا أي واحد عنده شيء ويا يريد يعتقلني خلي بس يدز لي خبر يقول لي روح سلم نفسك لأي مركز شرطة أنا أروح، لأن أنا ما سلم نفسي إذا واحد يريد يجي يداهمني أو يريد يعتقلني. لا أعتقد هو يقدر يرجع ولا أعتقد يقدر يوصل لي. ركزت بكلامه، هذا من المفترض أنه هو يعني يشتغل بمكان يحمي الأمن بالبلد، بس يقول ما أعتقد أكو واحد يقدر يوصلني أو يقدر يرجع لمكانه. في كل بلدان العالم أكو رؤساء اعتقلوهم،
واكو رؤساء حاكموهم، واكو ضباط، واكو وزراء، واكو اكو اكو اكو. دائما كنا نسمع القانون فوق الجميع. بس بالعراق بعض الشخوص فوق القانون. راح نقرا لكم بعض التعليقات حول ما قال ابو تراب. حسين المالكي يقول يعني بهذا حكي ماكو دولة تقدر عليهم، هم فوق كل شيء، هاي الرتب خلي يقعدون بالبيت احسن لهم، يقصد بها رتب الجيش والشرطة. وسام محسن يقول هي شلون تصير ضعف الدولة منك ومن اللي ساندك. ابو كيان العراقي يقول منو يعتقل غير حوت، هو هذول اقوى من القانون. ومحمد ناصر عبد الله يقول يعني القانون يطبق بس على الفقير، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا كلام ابو تراب يقول شاكر التميمي، أنا ما حد يقدر يوصلني، أنا ما حد يقدر يندق بيه، واللي يريد يجي يعتقلني ما أتوقع يقدر يطلع منا أو يرجع سالم منا. يعني السؤال هنا هو ده يهدد منه؟ هذا تهديد. اللي يفكر يريد يعتقلني لا يفكر، لأن ما راح يقدر يرجع. ده يهدد منه هنا؟ أتمنى تجاوبوني. عندنا اتصال. أبو زيد من الأنبار حياك الله. أبو زيد انقطع، أتمنى يا أبو زيد ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع. الموضوع ما بيه لما يطلع لنا شاكر التميمي ويتكلم هذا الكلام. شاكر التميمي يعني هو المفروض مثل ما هم يقولون، أو فالح الفياض اللي هو أبو الحشد يقول أنه إحنا مؤسسة أمنية عملها هو الحفاظ على أمن العراق. وشاكر التميمي هو أمر اللواء الثالث بالحشد. يعني من المفترض أنه القانون هو يتمثل به، أو من المفترض أنه هو يسمع القانون. الموضوع اللي طلع هنا هو ذا يهدد منه، هاي رقم واحد. رقم اثنين، شنو اللي سانده لدرجة أنه يطلع يحكي يقول أنا ما حد يقدر يوصلني؟ خلي نحط كف العراق ونحط شاكر التميمي. من شاكر التميمي أمام العراق؟ ومنه هو أو الحشد أمام بلد أو أمن بلد أو حماية بلد أو قانون بلد؟ فالسؤال هنا المن دي يهدد؟ وين القانون بالموضوع؟ وين الدستور بالموضوع؟ وين الحكومة بالموضوع؟ وين هم ذول النواب اللي يحجون بالسيادة والسيادة بعض النقاط؟ ولما يطلع أبو تراب يقول أنا ما حد يقدر يوصلني، ماكو ضرب للسيادة. هذا كان ملفنا الثاني بالموضوع اللي هو تهديد أبو تراب إلى ما نعرف منه أنه ما حد يقدر يعتقله. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفل. هلا بيك. وحيا قناة الرافدين والساده المشاهدين الكرام. تحية والدومة يا غالي. حياك الله. أستاذ أفل، إحنا عندنا وزارة الداخلية أو قوات الأمنية اللي بالعراق هي اللي تحكم مع رئيس وزراء مصطفى كاظم أو أي رئيس وزراء تبقى قبل الحكومات السابقة. إحنا عندنا الميليشيات الحشيد والسلاح المنفلت، يعني نقدر نقول عليهم هم فوقوا الدولة وفوقوا وزارة الداخلية، يعني بتصرفاتهم، باستهدافاتهم، بقتلهم، كل هاي الامور الدوله ما تقدر. اي واحد من الميليشيات مثل ما اتكلم هسه به ابو تراب، احنا هذا ابو تراب يعني بالنسبه كعراقيين انه هذا الانسان ليس هو بابه، ليس هو انه متخرج من الكليه العسكريه، وليس بانه هو الا مكانه في القوات الامنيه، وليس له مثل اي منصب سوى هو هذا الانسان. احنا كل نعرفهم اللي قياديين اللي موجودين ميليشيات الحشد، هم ناس قتلوا ابناء الشعب العراقي. من يتكلم هيك كلام يعرف بانه نفسه مطلوب ويعرف نفسه بانه مذنب، والا ما تكلم هيك كلام، لانه هذا الكلام يثبت على انه هذا الانسان قاتل ومذنب ومطلوب للعداله. زين زين ابو عمر، هو نطى تهديد. ابو عمر هو نطى تهديد يقول اني ما اتوقع واحد يقدر يوصلني، واللي يوصلني ما اتوقع يرجع سالم. المن يقصد هنا؟ المن ده يهدد؟
الساد هو يهدد يعني سواء اذا كان رئيس الوزراء او الحكومه العراقيه باجمعها، اذا كانت الامن الوطني او الاستخبارات او المخابرات، اي جهه من هاي الجهات اللي هي تتبع للحكومه العراقيه، فهذول كلهم سلطه الاحزاب ما يعترفون باي رجل منتسب امني او بالاستخبارات او امن الداخلي، كل هاي الامور ما يعترفون بها، لانه هم عندنا ميليشيات وزعماء القياديين اللي موجودين عندنا بالعراق كقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وحتى هادي العاملي، كلهم هذول هم الاولى بالحكم واولى من وزير الداخليه، لان هذول هم الناس الجهات العليا اللي نقدر نقول عليهم ماشيين امور البلد وامن البلد وتدمير البلد، كل هاي الامور اللي تجي من تحت راسهم وباوامر ايرانيه من علي خامنئي. فاحنا للاسف وزاره الداخليه اللي مع الاسف يعني اذا قواتنا الامنيه ما عندهم اي مكانه وما عندهم اي يعني نقدر نقول فتخوف يخافون منهم. الامور كلها سببها بانه لا توجد عندنا قانون ولا يوجد عندنا سياده ولا يوجد عندنا رئيس وزراء يحاسب هذول الناس القتلة والمجرمين. ايضا القضاء العراقي له دور استاذ افل، لان القضاء العراقي من يسمع هيك امور ناس قتلوا مطلوبين من القانون لازم ان يحرك مصطفى الكاظمي والقوات الامنيه على يلقون القبض عليهم، والا ما تكلم هالكلام هذا. واني اشكرك واشكر شكرا لك ابو عمر صباح من بغداد، حياك الله. استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه احنا نعرف القانون يطبق بس على الابرياء والفقراء والمساكين، وشفنا احنا يعني عده حالات صارت عندنا واكو ملفات عديده بالضد من فساد مجلس القضاء الاعلى. يعني القضاة واللي حالفين على اليمين ان ما يخونون البلد والعداله ويطبقون القانون وضباط التحقيق ووزاره الداخليه واجهزه امنيه كلها وقفت عاجزه امام سطوة الميليشيات اللي أسستها حزب الدعوة وبدر وغيره، فدول اللي يعتبرون خارجين عن القانون. شفنا مصطفى الكاظمي واللي هو أعلى سلطة تنفيذية رئيس الوزراء واللي هو مهيمن على القائد العام للقوات المسلحة ويحكي ويمثل العراق خارج العراق فاتح صدره، ما يقدر يطبق القانون على حزب الله وعلى الميليشيات وأبو تراب. أبو تراب هذا شنو أبو تراب؟ هو واحد مجرم قاتل كانوا يستغلون الممرات الآمنة اللي تخرج منها الأبرياء بالموصل وصلاح الدين والأنبار ويقتلوهم، مقابر جماعية سووهم بالأبرياء. القانون العراقي والقضاء العراقي ما عدنا احنا وقف عاجز على تنفيذ القرارات اللي المفروض تتخذ من قبل مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، المنظمات المجتمع المدني، الأجهزة الأمنية وتقاريرها، الاستخبارات وتقاريرها، هم ذول جماعة الكاتيوشة، هم ذول جماعة المنصات الصواريخ، هم ذول السلاح المنفلت الخطف، خطف البنات اللي الشريفات العفيفات من ثوار تشرين والشهداء اللي قتلوهم، هم ذول المجرمين والقتلة، وما يحتاج أي أدلة، الكل مشترك بدماء الأبرياء من السنة والشيعة اللي تم انتهاكه على إيد هيئة الحشد اللي أسسها وباعتراف المالكي هو أسس الحشد وهو صرف عليه وهو يريد يسوي مثل الحرس الثوري ويسوينا احنا دولة صفوية. هذا الحشد هسه اللي سلاح اللي يحمله خارج نطاق الدولة وسلاح منفلت وسلاح بس موجه في صدور الأبرياء من السنة والشيعة وما حد يقدر يحاسبهم. القضاء والقانون والدستور بس علينا احنا على أبروسنا، ملم الحاسبات من الأبرياء، ملم السجون من الأبرياء، المقابر الجماعية وملف المغيبين، هذا أبو تراب وربعه وأبو درع وغيره وأبو عزرائيل وغيره، هم دول الدولة وأبو العسكري وغيره وحزب الله. حزب الله ايش جابك انت من لبنان الى العراق الى حتى تستقر بجرف الصخر؟ هاي الميليشيات اللي مصطفى الكاظمي ساع البريد العربي يسمونه، بس صار مرسال بين محمد بن سلمان وبين الجمهوريه اللا اسلاميه اصبح ساع البريد، ولا شنو قعدتك انت بالمؤتمر تهش تنش تقدر انت تنفذ اوامر قبض بحق ذولي الناس اللي خارجين عن القانون، ابو تراب وغيره وقيس الخزعلي اللي اخذ ثار اخوه ب 1500 سني بريء، اخذ ثارهم على لسان مقتدى الصدر باعترافات مقتدى الصدر. يعني احنا ما عندنا دوله، احنا نهائيا ما عندنا دوله، عندنا دوله مال ناس عتاقه ودواره وناس خارجين عن القانون.
نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ صباح. ابو سميه من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخي الكريم، بالنسبه لحادثة الاعتداء على بيت المحامي في النجف، محامي، هذه ليست الاولى. نعم. هذه ليست الاولى وليست الاخيره في بلد تحكمه الميليشيات والسلاح المفلت. إذا أردت حماية المحامي وباقي المواطنين، عليك أن تشرع قانونا يضمن الأمن للجميع. نعم. أما القانون الذي عندنا فهو قانون مطاطي يتماشى مع أهواء ومع مصالح القيادات الميليشياوية ومع القيادات الغير منضبطة. فمتى ما أردنا حماية المواطنين وحماية المحامين وحماية كل أفراد الشعب، علينا أن نشرع قانونا يحمي جميع المواطنين وبما فيهم المسؤولين وكل أفراد الشعب. نعم. يا سيد الكريم، كم من مظلوم وكم من شخصية تم الاعتداء عليها من قبل مجهولين، وربما تم الاعتداء عليها من قبل قيادات ميليشياوية أو قيادات في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية ولا حامية لهم. تعال إلى القانون في أمريكا، عندما حدثت أحداث 11 من أيلول في 2011، في أحداث سبتمبر التي حدثت في أمريكا، حدثت حوادث كثيرة أثرت على المسلمين في أمريكا. فهناك حادثة أخاطب بها أقول السياسيين العراقيين. كان هناك رجل اسمه أسامة، يمني يعمل في شركة أمريكية، حدثت عليه ضجة إعلامية على أنه أسامة بن لادن، وبحجة المزاح شيئا فشيئا صارت عليه ضجة، ثم فقد عمله. وعندما رفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة في أمريكا، كسب القضية وربح 4,500,000 دولار. أخاطب سياسيين، هل يطبق هذا القانون في العراق؟ لا وألف لا. القانون منفلت، ما دام رأس الهرم فاسد فلا قانون ولا حماية لأي شخص. وشكرا للبرنامج. شكرا لك. طه من الموصل حياك الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سيد، لما صدر القانون في العراق، يعني مو بس في العراق، يعني حتى هذا بقليل كردستان، قانون يعني مجحد، ما انطبق القانون، كل شيء ما طبق هذا القانون. نعم. ما اسمعك اخ طاهر. اقول بالنسبه للقانون بالعراق هسه، ايه يعني القانون يعني مو بس عندنا داخل بغداد وما قالت، يعني بس بالشمال همين ما ماشي القانون، من عندهم كلها عصابات وكلها ميليشيا. نعم نعم. يعني القانون، يعني اذا يجي واحد يحاسب القانون، حتى القضاة داخل اقليم كردستان هم ماشي هم عصابات وميليشيات ونفسات. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ طه. ابو عمر لما طلع يقول ابو تراب كان يهدد الامن الوطني واستخبارات ومخابرات ورئيس وزراء ووزير داخليه ووزير دفاع، شبقه بالدوله. لا يهدد الدوله كلهم شبقه. بس انا اريد اوجه سؤال الى واحد بس، مصطفى الكاظمي، اللي من المفترض انه سنة 2012 لما كان عمره 35 سنة حصل على شهادة بكالوريوس في القانون من كلية التراث الجامعة سنة 2012، بما انك محصل بكالوريوس قانون، اذا كان هذا الامر صحيح ما اعرف، لكن وينك باللي دا يتعرضون الى المحامين؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، اذا انت تعرف بالقانون واشتغلت في المخابرات واشتغلت في الصحافه واشتغلت ما ادري وين، تقدر تقول لي اللي دا يقوله ابو تراب وين صحيح بالموضوع وشون دا يمشي؟ ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. هلا يعني ابو عبد الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ افت؟ هلا بيك يا الغالي. استاذ افت من تطلع هيك نماذج قذره مثل ابو تراب واسرائيل، ماكو تطلع لنا شكلها. ايه انا القانون ما يحاسبني، صحيح القانون ما يحاسبه،
لان هو مسنود الجهات ماكو الجهات يدعون بالقانون بس هم ما يعرفون القانون شنو. من تجي تقيسه هو ماكو حطوه بالحشد عامل لواء ابو استخبارات وهو كل شيء. نعم. يعني انت من يجي يقول لك والله اني اريجي عليه يجي عليه يقدر مسنود بس القانون مال فايق زيدان وامثال فايق زيدان يمشي على الفقير. يمشي على الفقير، الفقير ينحط جوا بالسجن، حتى لو تروح السجن الحوت، كثير ابرياء والحكم مالهم ظلم بظلم. نعم. هسه هاي الدولة صار يقولون عليها دولة، بس هي هاي مو دولة. نعم. عنده ظهر اموره ماشية بهاي الدولة. الفقير ويمشي بسد الحايط، لا، هذا ارهابي، هذا داعشي. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. لا نسمح بالترويج الى اي فكر في برنامج صوتكم. شكرا جزيلا لك. ملفنا الثالث هو ملف العراق القاتل اللي راح نحكي به عن ازمه المي. ازمه المي اليوم مشكله بالعراق، ادت الى جفاف وهجره فلاحين لمناطقهم وتركهم العمل بسبب الجفاف. اليوم الناس جاي تتحصر على بحيره حمرين، هاي البحيرة اللي كانت عامرة شكبرها الجفاف اللي صار بيها انه البحيرة ما بقت بيها ولا نقطة مي. تدرون وين المشكلة الأساسية؟ انه ايران بنت 8 سدود قطعت بيهن مي نهر سيروان اللي غذي نهر ديالة بالكامل. فرق غميج هذا يغرق. شنو غميج؟ غميج والله سيد غميج كاتبين والله كاتبين هنا تدري شنو؟ ممنوع السباحة بس الصيد الناس واقفه يصيد يشمرون مالتهم الشبك والسنارات كلهم ترى شو ترى عايه اذا بزروق منا هذا الجسر ولا قطره والكم صدق والله واحد قاش هذا اليمن شو اسمه ماكو حتى ولا شويه باقي ولا شويه حتى ما هي عشان فطره ولا قطره هي عند بحيره حمري الله يتشرف يا ابا سيارات يا ما يمشي هنا هذا تلقى اسر الشياب مال المنطقه ميتين قهر. هاي قاعد شلون مفطر ابو زين هذا هسه هذا ليش سدوها؟ شنو السبب يعني؟ يا اخي سياسه اتحجي سياسه عمي سياسه انت ولا سياسه أنا. الحرب البارده استاذي لا انت ولا انا ليش اللي تدمر البنى التحتيه مال البلد؟ هاي كانت بحيره هاي كانت بحيره بها ماي وبها سمك جوا وبلام تروح وترجع والناس تسبح به والمحافظة كانت مستفادة من عنده والفلاحين كانوا يزقون زرعهم وبساتينهم. هاي اللي دا تشوفوها صارت صحراء بس رمل وأكو حشائش. الفيديو الثاني اللي موجود عندنا همينا بسبب انقطاع الكامل أو المي بشكل كامل عن بعض المناطق والجفاف اللي دا يصير هناك والتصحر اللي جاي يزحف باتجاه هور ابن رجب باتجاه المدن وانخفاض مناسيب المياه بالعراق. ناشط نجفي يتحدث عن الكارثة اللي دا تصير بهور ابن نجم اللي دا يصير هناك انه ما دا توصل ولا نقطة مي وحدة للهور. من اشهر الشيء اللي خلى هواية فلاحين ومن اشهر عفوا الشيء اللي خلى هواية فلاحين ومزارعين ومربي ماشي ينزحون باتجاه المدينة تركوا اراضيهم بعد هلاك مواشيهم. خلونا نسمع. في الصحراء كما تشاهدون نحن الآن في هور بن نجم من أكبر الأهوار في المحافظات وسط العراق. شوفوا المأساة والكارثة الحقيقية كما تشاهدون أكثر من 50,000 دونم مساحة هور بن نجم عبارة عن صحراء منذ أيام أو أشهر طويلة لم يأتي الماء نهائياً 4-5 شطوط يابسة اللي يذب بهور بن نجم. شاهدوا الكارثة، الجاموس مات، الغنم مات، الأبقار الهوش ماتت، الناس هاجرت إلى المناطق الريفية في المراكز المدن ناحية القادسية، ناحية الحرية، ناحية العباسية، ناحية النور، ناحية الحيدرية كلها مهددة. مثل هارب النجم هتش تصير يعني أكثر من 500,000 مواطن نجفي راح يطلع إلى مركز المدينة هجرة جوع عطش. معظم هاي الشطوط اللي عددت لكم إياها وهاي المناطق هاي الناس عايشة مو من شطوط كبيرة
هاي الناس عايشة على شطوط صغيرة وتسحب المياه من مشاريع الحكومية. الناس الآن ماكو تغسيل، ماكو سبح، ماكو ماء شرب، كارثة. لا حلال، لا زراعة، لا ثروة سمكية مثل ما شاهدون. هذا سوء تصرف الحكومة والحكومات المتعاقبة اللي ما سوت اتفاقيات حقيقية وسيادية تضمن حقوق البلد. تكلم عن هورب النجم، تكلم عن الحادثة، تكلم عن اللي دا يصير، وقال أكو خمس نواحي، ذكر أسماء، يقول مهددة أنه يصير بها مثل اللي صار بهورب النجم. يقول المشكلة أنه ما سووا معاهدات سيادية أو معاهدات. لكن أحب أقول للسيد الناشط، للسادة المشاهدين، أنه أكو اتفاقيات دولية. هاي اتفاقيات دولية هي اللي تنظم عمل الدول المتشاطئة. الاتفاقيات ذني ما يحتاج يسوون معاهدة حتى يقولون أنه أكو شط يفصل بين المعاهدة، تصير حتى يتقاسمون وراها. وأكو معاهدات العراق موقعها سابقا، ولا ما كان جف هورب النجف هسه، كان جف من زمان، لكن هم ما مفعلين هاي المعاهدات أو ما دايرين لها بال، لأن دا يصير اعتداء على حصص العراق المائية، واللي دا يصير دا تجف أهوار ودا تجف أنهر ودا تجف بحيرات، والحكومة ببغداد ما دارت لها بال. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا الموضوع، اختارنا لكم اربع تعليقات من فيسبوك. عمران الشيباني يقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، دمره والفلاح، دمره والكاسب، دمره وحتى الموظف الراتب يقل عن 500,000، وين يوصلون بعد؟ انمار السيد عيسى يقول: الاهالي ومربين المواشي يشكون من قلة الماء، وهنالك ايضا من هم يزرعون الجت والذرة العلفية، للاسف قد يبست وماتت من العطش. علي الحسناوي: أحسنت، كارثة واقعة على الشعب بسبب الحكومة الفاسدة. علاء بني تميم يقول: مشكلة والله، ماكو حكومة، والأحزاب الحاكمة فقط تتعارك على مصلحتها، واللي دا يصير هو هذا. اليوم أكو عركة بالبرلمان ويم الكتل السياسية والأحزاب، لأنه دا يردون منه يصير رئيس جمهورية ومنه يصير رئيس مجلس وزراء. أحمد من مصر، أحمد من مصر، حياك الله ويانا. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا غاتي؟ حبيب قلبي، تسلم لي يا غاتي. الميليشيات والسلاح المختلف في البلد. نعم. عندنا في مصر لو واحد، لا الحكومة عندنا في مصر، يعني بقت مصر أحمد، تقدر تغير لي مكانك لأن الصوت مو واضح. تفتكر أستاذ أفل؟ إيه. بالنسبة للسلاح المنفلت في العراق، أنا بكلمك عن مصر. إيه. لو الحكومة مثلت واحد مع السلاح المنفلت في مصر، لازم قبل ما يروح يجي، يعني في مصر أمور واضحة. زي أيام صدام مثلا حاكم البلد، هنا فقط أخذ القانون، هنا حاكم البلد بيد الحديد وبيضرب حتى على اي واحد معاه سلاح او اي واحد كذا وكذا. اما بالنسبه للعراق، النظام العراقي الوطني رئيس الشهيد قدام الله يرحمه الله، نعم، البلد تحولت الى فوضى. يعني العراق كان زي كلمه ولا سياسه، بقت ميليشيات، لان الميليشيات عايزه تكون اي اقوى من الجيش، لان الجيش عندكم في، انا بتكلم على الوضع في العراق، لان الميليشيات عايزه هي الاقوى والسلاح من فلتي في ايدي، عشان يبقى الجيش ضعيف، يبقاش قوي، يبقى هي اللي تؤمر وهي اللي تنهي في البلد. فالمفروض ان البلد يبقى فيها جيش قوي يحافظ على امن المواطن، يدوه كلمه ويلاقوا سياده في البلد. فدي واحده. الحاجه الثانيه بالنسبه للامن المائي، نفس النظام، لان مفيش دوله تحكم البلد، وبلد فوضى. يعني البلد بالنسبة للعراق، بالنسبة أنا بشوفها كراجل مواطن عربي، إن البلد بقت فوضى. نعم. ما فيش حد بيحكمها صح. فشكرا أستاذ أفل، وشكرا لك. شكرا لك أخ أحمد، وأنقل لنا تحيات الشعب العراقي إلى أم الدنيا وشعبها. شكرا لك مرة ثانية. كان من المفترض أن يدخل ويانا أبو عمر من الناصرية، لكن انقطع الاتصال. أتمنى يا أبو عمر ترجع لنا حتى نسمع رأيك بالموضوع. اليوم عندنا بحيرات دجف، عندنا أنهر دجف، عندنا أهوار دجف. الأهوار مدرجة إلى قائمة التراث العالمي. اليوم دجف، بلدان العالم تتعب وتشقى
حتى تدرج مكان داخل ذلك البلد على قوائم التراث أو من أعاجيب الدنيا أو العجائب يعني، أو أنه تدرجه أنه مكان تاريخي أو آثار، والعراق يحويهن ثلاثتهن. لكن اللي دا يصير اليوم إذا جفت كل الأهوار شنو فائدة بقائها في قائمة التراث العالمي؟ ننتقل إلى موضوعنا الرابع اللي هو تكلمنا عليه هواية وحكينا به هواية، اللي هو المستشفيات. اليوم المستشفيات العراقية تعاني من مشاكل كبيرة، تعاني من إهمال حكومي على الرغم من الميزانيات الانفجارية اللي خصصت لقطاع الصحة. بسنة 2021 كانت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لأجل شراء أدوية ومستلزمات طبية، تعرفون المبلغ ايش قد؟ تريليون دينار. هذا حسب ما قالت اللجنة الصحة النيابية بالبرلمان. إلا أن المواطن لما يروح المستشفى ما يشوف أي تحسن ملموس بقطاع الصحة على أرض الواقع. مواطن من تفاقم معاناة المرضى في مستشفى كركوك العام وأكد أنه تخلو المستشفى من العلاج وعليه اسمه. حاليا مستشفى كركوك العام ولا يوجد فيه أبغى بغسيته، والغسل كلهم يعانون من هاي الحالة، دائما لا يوجد بغسيته. المستشفى بهاي الحال لا يوجد فيها بغسيته، والمرضى كلهم يعانون من حالة بغودها. وعليك وهاي حالة المرضى الموجودين المتواجدين في مستشفى كركوك العام. قبل ما اخذ التعليقات وقبل ما نعلق على هذا الفيديو، ويانا ابو عمر من الناصريه رجع قبل ما ينقطع، حياك الله يا ابو عمر. اعتذر منك انقطاع الاتصال، حاولت اسمع راي ابو عمر واتمنى يرجع لنا اذا يقدر. اخوان قبل ما نقرا التعليقات اكو كارثتين بهذا الموضوع. اولا هذا مثل العراق في المحالف الرياضيه لانه هو رياضي، دوروا عليه وتعرفون انه هو رياضي، مثل العراق في محافل دوليه، هاي رقم واحد. رقم اثنين اللي من المفترض الدولة هي تدور وراء وهي تعالجه وهي تهتم به. رقم اثنين يقول لك المستشفى ما بها حباية باراسيتول. اللي ما يعرف الباراسيتول بدول العالم يسموه بانادول، أي حباية توجع الرأس أو خافض حرارة. مستشفى ما بها باراسيتول علما أنه الدولة حاطة تريليون دينار ميزانية للمستشفى. ليش؟ علقوا الناس حول القطاع الصحي والواقع الصحي من منصة فيسبوك أم حنين المندائية تقول مستشفى كركوك كل شيء ما ينطون، عندك فلوس روح جيب علاج من الصيدلية. عايدة الربيعي تقول ربي يشافيكم ويعافيكم وربي ينتقم من الحكومات الفاسدة. وزينب الجواري تقول الله يكون بعون الناس لا خلف الله على حكومة بائسة. وردة الله يشفيك ويعافيك، هذا حال العراق عامة، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الكرام كانت هاي ملفاتنا الأربعة. ملفنا الأول تكلمنا به عن استهداف المحامين بشكل عام، وبالفيديو استهداف منزل المحامية وفاء عبد العزيز بمحافظة التأميم بمنطقة الشرجة. ملفنا الثاني كان شاكر التميمي آمر اللواء الثالث بميليشيا الحشد اللي يقول أني جاي لحماية العراق. طلع أبو تراب ويقول أنا ما حد يقدر يوصلني وما حد يقدر يعتقلني، واللي يريد يجي يعتقلني بالقوة أنا ما سلم نفسي وما أتوقع يوصلني وما أتوقع يرد سالم. ملفنا الثالث اللي هو لما نباوع على أهوار العراق وبحيرات العراق نشوفها جافة وما بها مي مثل بحيرة حمرين بالفيديو الأول، وعندنا هذا الفيديو اللي طالع به الناشط النجفي يتكلم عن هورب النجم اللي ما بي ولا قطرة مي. ملفنا الأخير اللي هو المستشفيات العراقية اللي مثل ما طلع الأخ وده يصور على سرير بمستشفى يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى مسكنات، يحتاج إلى هواية أمور. يقول المستشفى اللي أنا نايم بيها ما بيها حباية باراسيتول، فما بالك باقي الأدوية اللي يحتاجها المريض. الله يشافي ويعافي ويقومه بالسلامة ويا رب ينعدل الحال. ننتقل إلى موضوع آخر. سلط قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الضوء على الوضع الصحي بالبلد، هو تكميل إلى الملف الرابع. البلد اللي منتشرة بأوبئة
البلد اللي بأمراض مثل الكوليرا والحمى النزفية وداء الكلب والأمراض السرطانية وغيرها من الأمراض، إضافة إلى عودة إصابات فيروس كورونا بالارتفاع أو عودة الإصابات بشكل كبير وارتفاع الإصابات مؤخرا دون حلول حكومية تذكر. هذا الشيء أنتج لنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين هذا التقرير. خلونا نتابع التقرير اللي يتكلم عن الواقع الصحي في العراق. مياه ثقيلة وين بالنهار عليه ماكو حتى الدكتور ما في مثل ما شفتوا التقرير اللي انتج لنا قسم التواصل الاجتماعي مشكورا اكد لنا انه الميزانيه اللي انصرفت للصحه فقط لشراء الادويه والمعدات الطبيه اكثر من تريليون دينار. هذا اللي قلناه بالفيديو الرابع اللي طلعناه قبل شوية عن مستشفى كركوك اللي طلع لنا بها المريض وقال ما بها حباية باراسيتول. أنا سؤال أرد أطرحه، دولة بها مستشفيات ودولة بها وزارة صحة، إذا ما يستوردون أدوية الميزانيات وين تروح؟ فكروا بها. السؤال الثاني، شنو الاستفادة من وجود مستشفيات بكثرة مثل الموجود بالعراق وأكو مستشفيات دا تنبني مثل المستشفى بالبصرة تركي والألماني وغيره 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 وما بها لا كوادر طبية ولا أدوية؟ شنو الفائدة أنك وجود وزارة صحة والصحة بالعراق هذا حالها؟ وشنو الفائدة أنت معين وزير يأخذ نثرية ويأخذ راتب والراتب ما شاء الله وحمايات وسيارات مصفحة وجواز دبلوماسي واقع الصحة هي؟ شنو الفائدة عندك لجنة نيابية للصحة وواقع الصحة هي؟ فكروا بهن ذني. آخر شيء موجود ويانا اليوم من الموجود بريد وارد وصلنا من مجموعة من الأهالي في العراق، دزولنا رسالة على البريد الوارد طلبوا من عندنا أنه نقراها للناس، راح أقرأ لكم إياها. مناشدة إنسانية إلى قناة الرافدين: نحن أهالي القرى والفلاحين على مشروع الشعي وطية في قضاء الفجر بالناصرية، نعاني من الجفاف أكثر من سنة ومواشينا انقرضت والزراعة انعدمت ونحن محاربين من قبل الحكومة المحلية بعدم إنصافنا بالإطلاقات المائية وعدم كري الجدول. نرجو عرض المناشدة وإيصالها إلى الجهات المعنية. نقلناها لكم هاي المناشدة مثل ما هي، مناشدة من إلى قناة الرافدين من الناصرية من محافظة ديقار في قضاء الفجر بمشروع الشعويطية. يقول عندنا مشاكل، احنا ما عندنا مي، اتمنى توصلون هاي تخص الجفاف اللي نقلنا اليوم لكم، جفاف بحيرة حمرين وبجفاف هورب النجم. كانت هاي الملفات اللي موجودة ويانا، راح ارجع اذكركم بيها. اللي نساها
اعتداء على المحامين بالعراق، تحديدا اعتداء على منزل محامية وفاء عبد العزيز بكركوك. ابو تراب اللي طلع ويقول انا ما حد يقدر يوصلني، وقام يهدد يقول اللي يوصلني ما اتوقع يرد سالم، وما اتوقع احد يقدر يوصلني. فمن وين جاب هاي الثقه؟ منو اللي حامي؟ منو اللي يدافع له؟ ليش هو فوق القانون؟ وليش موجودين دول كلهم؟ عندكم هنا الجفاف، جفاف بحيره حمرين، نقلناها بالفيديو الاول، وشفتوا البحيره عباره عن صحراء، والفيديو اللي هنا جفاف هور ابن نجم، والهور ايضا صحراء، وقال ماتت المواشي وماتت الجواميس وماتت الحياه والناس بدات تهاجر. وفعليا هجره الناس بسبب الجفاف راح يسبب زخم على المدن، بلد لا بكهرباء ولا بزراعه ولا بصناعه ولا بكل شيء بسبب الفساد. واخر ملف كان ويانا الصحه وواقع الصحه بالعراق، المستشفيات العراقيه بدون ادويه وبدون علاج، لعد الميزانيات اللي دا تنصرف على الصحه وين دا تروح؟ المشكله اذا نريد نسال اللي دا يهدد ودا يهدد، احنا دا نعرف وكلها قالت دا يهدد الدوله، باي حق هو يهدد وليش هو فوق القانون؟ واللي دا يبوق ودا ياخذ فلوس عراقيين، حاله عراقيين مثل ما شفتوا المريض اليوم بكركوك. فالسؤال اللي ينطرح هنا، انتم قابلين بهذا الشيء لو لا؟ عاجبكم هذا الشيء لو لا؟ اتمنى تجاوبونا عليه بالحلقات الجايه من برنامج صوتكم. نلتقيكم ان شاء الله بحلقه جديده باكر بنفس الموعد، انتظرونا في امان الله.